اهلا ومساء الخير بنات. بدات لكم هنا بودره سنسي، بدات طبعا بالحواجب، بدات الخط كذا، بعدين ارتفعت وسويت انحناء بسيط في الاخير، بعدين بدات بشعرات واقفه، وطبعا اطول الشعرات حسب الحجم اللي انا ابي للحاجب حقي، تمام؟ سهل قدامكم. بعد كذا طبعا من قدام اللون اكيد بني افتح من الخلف، واخر شيء اخذت قلم شقلام لون طوبي وسويت شعرات، تمام. طبعا بعد كذا بدأت في لون بني فاتح، حطيته كلون انتقالي على كامل الجفن الثابت والمتحرك. غيرت الفرشة، أخذت واحدة صغيرة وسويت كات كريس باللون البني الغامق، بعدين أخذت لون بني فاتح أو محمر حطيت فوقها بس كذا خط نفس الألوان، بس غيرت الفرشة، أخذت فرشة الحواجب سويت تحت زي خط اللاينر باللون البني الغامق، بعدين حطيت فوقه باللون البني المحمر. هنا أخذت فرشة دمج صغيرة بس عشان قاعدة أشرح البنات كيف أموه اللاينر، اللي هو بس بلون بني، وأبدأ إيش أسوي، كأني أسحب الجوة أو أروح وأرجع بحركات دائرية، تمام. وطبعا أوقف يعني الشكل اللي أنا أبيه. هنا أخذت كونسيلر لون فاتح ونظفت عند الكاتكريس، وقاعدة أقول للبنات إنه مرة مهم إنك تكوني كاتمة نفسك وأنتي تسوي الخطوة هذه. والبنات كانوا كاتمين معي نفسهم في اللايف، فديتهم أنا. المهم طبعا لأن مرة مطلوب تكون يدك مرة دقيقة في الموضوع هذا، خلاص يا بنات، يعني لازم يكون قسمتك نظيفة أو شغلك لازم يكون نظيف. بعد كذا أخذ لون بينك في شوي شمر وحطيته فوق الكونسيلر. طبعا وهنا أي لون تبغي أنت شمر يكون فاتح معك ويبان واضح تحطي تحته قاعدة كريمية. بعدين بعض البنات اقترحت علي قالت نبغى شوي لون كذا في ذهبي، حطينا. بعدين رجعت أكدت على الأيلاينر بالشادو الأسود، ونفس الألوان اللي حطيتها في الزاوية حطيتها تحت اللي هو بني مع شوية بني محمر. بعد كذا رسمت بوزة، طبعا وهذا اللوك فخم ينفع عرايس مناسبات كمان للعيون المبطنة وكل أنواع العيون. ودمتم بخير.